دكتور وليد، نتابع تصريحات هذه الوزيرة الفرنسية والتي تتحدث بشكل غير أخلاقي تماما عن الحجاب وتسيء للحجاب وللمحجبات، فكيف تعلق على هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة كلام هذه الوزيرة وقبلها رئيس تلك البلاد ماكرون إنما هو يستهدف الإسلام، لا يستهدف لا الحجاب ولا غير الحجاب، إنما هو يستهدف الإسلام، وإنما يتخذون الحجاب ذريعة لذنب الإسلام، يحرضون النساء على أن الإسلام يظلمكن والإسلام يريد أن يقيد حريتكن وما شاكل ذلك. أنا أريد أن أتناول هذا الموضوع من هذه الزاوية. هل هذه الوزيرة وغيرها من المسؤولين، هل عندما يتكلمون عن الحجاب في الإسلام هل يتكلمون من منظور ديني أم من منظور مجتمعي؟ إذا تكلموا عن منظور مجتمعي ففي مجتمع الإسلام هنالك حجاب وهنالك سفور، لكن هي تتكلم من موضوع ديني. طيب دعينا نتكلم عن موضوع ديني، ماذا يقول دينكم في الحجاب؟ المرأة نصرانية، المرأة نصرانية. ماذا تقول الديانة النصرانية وماذا تقول الديانة اليهودية عن الحجاب؟ أخي الكريم، سأقول كلمة ستستغرب الآن منها وسيستغرب ربما الإخوة المشاهدون. أكثر دين تساهل في موضوع الحجاب هو الإسلام. أكرر، أكثر دين تساهل في موضوع الحجاب هو الإسلام، سأتيك بالأدلة. الإسلام أوجب على المرأة الحجاب وقال عورتها جميع البدن إلا الوجه والكفين. طيب ماذا يقول النصارى في عورة المرأة وما الذي يجب أن تستره المرأة، وماذا يقول اليهود من كتبهم ومن شروح كتبهم المعتمدة الآن، لا أعني الكتب القديمة، يعني رغم أننا نرى أن الكتاب المقدس الآن محرف، لكن رغم التحريف ماذا تقول الآن كتب اليهود وماذا تقول كتب النصارى عن عورة المرأة؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ما عقوبة المرأة المتبرجة التي تظهر شعرها عند الإسلام وعند باقي الديانات؟ الإسلام أخف دين تعامل في مسألة العقوبة، غاية ما هنالك. الإسلام يقول أن المرأة آثمة وعقابها أخروي. ما الذي يجب على ولي أمرها، يعني على أبيها أو على زوجها أو ربما على أخيها الكبير إذا كان وليها؟ يجب عليه أن يأمرها بالحجاب فقط، لا يؤذيها ولا يضربها ولا شيء آخر، إنما يأمرها ويقول لها أنت آثمة أمام الله سبحانه وتعالى، فإذا تابت تاب الله عليها وليس على الزوج، لا يجبر الزوج أن يطلقها، وإذا بقي زوجها يمنعها من التبرج إلى أن مات وهي تكون وارثة. يعني في هذه المسألة عليها التوبة، أن تتوب إلى الله وتستغفره وهي مرتكبة كبيرة، هذا ما يقوله الإسلام، عقاب أخروي فقط. أما ماذا يقول النصارى في رسائل بولس، هم يقولون الرسول بولس، في رسائل بولس إلى أهالي كورنثوس، هذه بولس عنده رسائل إلى أهالي رومية، إلى أهالي أنطاكيا، عنده رسائل إلى أهالي كورنثوس، في الإصحاح السادس العدد، أو لنقول الآية كما يقولون عنها، الآية 5-6، ماذا يقول؟ يقول يجب على المرأة إذا أظهرت شيئا من شعرها أن يحلق شعرها، فمن أرادت أن تحتفظ بشعرها فلتتحجب. في شريعة النصارى، وهذا معتمد عندهم، أنه يجب حلاقة، ليس قص، حلاقة، هناك فرق بين القص والحلاقة. القص يعني جزء، لكن الحلاقة بالموس زيرو، ليس بالماكينة أو بالمقص. يجب حلاقة شعر المرأة إذا أظهرته لإنسان غير المحارم أو غير الزوج. وأما عند اليهود فالأمر أشد، اليهود يحرم على المرأة أن تخرج شيئا من شعرها أو من جلدها، يعني حتى الوجه والكفين. وعندهم من أظهرت، يعني في التلمود الذي هو شرح التوراة، شرح العهد القديم من الكتاب المقدس، يقول في الراهب شيشث، شينثا شيشث، راهب أحد شرح التلمود، يقول فيه أن المرأة إذا أظهرت أي جزء من وجهها فكأنما أظهرت فرجها، ويجب على زوجها أن يطلقها، فإذا لم يطلقها فهو ملعون
يستحق العذاب الأبدي، والمرأة محرومة من الميراث.